احنا اتفقنا في صوره لما كان بيديله، طلع واحد اهو يعني، كان طلع واحد مثلا قال لي ده اداني ضلعين، قال لي مثلا ده 6 وده 8 اداني ضلعين، وقال لي هات لي الضلع ده خلاص كان سكوير روت 8 بار 2 بلس 6 بار 2 يطلع. طيب والله لو اداني ضلع واحد يعني قال لي ده 6 وقال لي الانجل دي مثلا 40 وقال لي هات لي انت الضلع ده مثلا، كنا بنطبق بقى النسب المثلثيه، ده ضلع مقابل، نطبق مثلا الساين على اساس انها ايه؟ مقابل على الوتر، ونجيبها بقى يبقى 6 على الوتر مثلا اسمه اكس اهو، ونعمل مقص ونجيبها اهو يبقى اكس بتساوي 1 في 6 على ساين 40 وايه؟ واحسب. ده بالنسبه لايه؟ للمثلث. طب لو ما ادانيش مثلث قائم من اساسه؟ ما ادانيش مثلث قائم من اساسه. طيب في الحاله دي هم يقولوا ايه؟ يا ترى انت مديني يعني تبقى مثلث حد الزوايا او مثلث منفرد الزوايا. نبعد بقى عن النسب المثلثيه خالص، ما فيش هنا بقى لا مقابل ولا مجاور ولا وتر. مقابل والمجاور والوتر دول مختصين بالمثلث القائم. فقال لك طب لو ادانا بقى مثلث حاد بقى انا محتار بقى، او مثلث منفرد ما نعرفش نشتغل نتعامل معاه. قال لك لا بسيطه، بس شوف لي في عندك كام زاويه. والله لقيته مديني زاويتين، من زاوية كده يفضل قانون الجيم. طب لقيته مديني زاوية واحدة أو مفيش زوايا، مفيش زوايا ازاي يعني مش مديني حاجة في المثلث؟ لا ما هو اللي بينقصه لك بيديك بديل، يعني اداك زاويتين يديك ضلع معاه، اداك زاوية يديك معاه ضلعين، مفيش زوايا خالص اديها لك يديك ثلاث أضلاع. طيب في الحالة دي قانون جيب التمام يبقى افضل، يفضل مع ان قانون الجيب ساعات بيمشي مع المسائل دي، بس انا بتكلم على الافضل. الافضل لما يديني زاويه واحده او ما فيش زوايا يبقى ايه؟ نقدر نقول زيرو زوايا، في زوايا خالص. زاويه واحده او ما فيش زوايا انت كده قانون ايه؟ جيب التمام. طيب لكن زاويتين قانون الجيب، زاويتين قانون الجيب. طيب كويس قوي. طيب نبص على المسألة بتاعتنا الأول. يبقى أنا الأول يا جماعة بحدد المسألة إزاي، عشان في ناس ما بتعرفش تحدد المسألة فما بعرفش أحلها. الأول أنا المسألة مش مثلث قائم، يبقى هبعد عن النسب المثلثية خالص، ساين وكوزاين وتان الكلام ده خلاص نلغيه بقى معنا. مش هينفع يتطبق على كده. طيب نبتدي نفكر في حاجة تانية، نبص لعدد الزوايا. كان عندي زاويتين؟ أه. ده أنا كده قانون يا جيب، قانون الجيب يفضل قانون الجيب. طيب نبتدي بقى نتعامل معاه. طالما انا حددت مسألتي ده قانون الجيب، انا هشتغل على قانون الجيب. قانون الجيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت تاخد الزاويه يعني مثلا اهو زاويه ايه الضلع اللي قصادها ده اسمه ايه؟ سمول. او بمعنى صح ده بي سي بيسموه ايه؟ سمول. طب ده اي بي بيسموه سي سمول. طيب اي سي بيسموه بي سمول. الحرف الثالث، الحرف الثالث بس سمول. قانون الجيب بيقول لي ايه؟ ساين الزاويه على او سمول يساوي ساين الدي على دي سمول يساوي ساين السي على سي سمول. يبقى في ناس بيقلب القانون يعني يكتب ايه اوفر ساين ايه، دي اوفر ساين دي، سي اوفر ساين دي. صح صح برضه مش غلط. تمام يبقى انا القانون بتاعي برتبه ساين ايه، المهم ان اللي فوق زاويه واللي تحت زاويه. عكست القانون قلت ايه اوفر ساين ايه، مش غلط مش غلط، ودي اوفر ساين دي وسي اوفر ساين دي، ودي بتتعب. طيب مبدئيا كده الاول انا عندي زاويتين، طب ما اجيب الثالثه يعني قبل اي كلام اجيب الزاويه الثالثه. دي 77 ودي 51، انا اقدر اجيب زاويه سي اهي. ان انا اعمل ايه؟ 180 ناقص 77 زائد 51 واحسب دي كده، ده 8 12 هيديني كام؟ 52 بقى، طلعت دي 52. يبقى انا حددت الزاويه الناقصه. طالما حددت الزاويه الناقصه او كده الثلاث زوايا موجودين، نبتدي نعوض. نعوض ازاي؟ ساين ايه يعني ساين 51 اوفر ايه سمول، ايه سمول مش موجود. طيب ساين بي اللي هي ساين 77 اوفر دي سمول اللي هو باكس مكتوب عليه اكس، ساين سي اللي هي 52 لسه جايبها، عشان كده بقول لازم اجيب الزاويه الثالثه اللي ناقصه اوفر
سي سمول يبقى سي. طيب انت عايز تجيب الاكس، انت عايز تجيب الاكس. طيب اكيد يعني مش هطبق المقص او الكروس مالتيبيكيشن، مش هطبقه مع النسبه دي. ليه؟ لان ده اللي فوق موجود واللي تحت مش موجود. لا نطبق مع النسبه اللي بيبقى فيها ايه؟ اللي فوق معلوم واللي تحت، يعني فوق رقم واللي تحت رقم. هم عاملين مقص. طب اما اعمل مقص الاكس شبكه مع مين؟ مع ساين 52. خلاص عادي الاكس. طب الاكس ايكوال، اشوف الاكس شبكه مع مين؟ الاكس شبكه مع ساين 52. خلاص خلي ساين 52 تحت. يبقى اللي شابك مع اكس هو اللي تحت. واعمل 7 تايم ساين 72. 7 تايم ساين 77 هنا. واحسب كل ده على الكالكليتور واطلع. يطلع مثلا، يطلع 10، يطلع 15. هنقول مثلا طلع 12 مثلا. طب انا كده خلصت المساله بتاعتي. طيب تاني كمراجعه، هنقول لك يبقى انا المثلث القائم، لو اداني ضلعين بجيب الضلع الثالث بالكسر. اداني ضلع واحد بطبق النسب المثلثيه، سالب وكوزين وتاني. طيب المثلث اللي مش قائم بقى قدامي حاجه من الاثنين. يعني مثلث مش قائم يعني منفرج زي ده كده، او زي الحد اللي قلناه المره اللي فاتت. والله بقوم سائل يا ترى انت مديني زاويه مش، ولا مفيش زوايا، ولا مديني زاويتين؟ الاقيه مديني زاويه واحده. احنا قلنا لو ما ادانيش زاويه خالص او اداني زاويه واحده يبقى ده قانون جيب التمام يفضل معاه. والله اداني زاويتين اللي هي اعلى حاجه اداها لي، يبقى ده قانون الجيب. المساله اللي فاتت كان مديني زاويتين، فطبقنا قانون الجيب. المساله دي انت مديني زاويه واحده. طالما اداني زاويه واحده بقى اديني ضلعين. اه انت مديني زاويه واحده، زاويه واحده، يبقى انا يفضل جيب التمام افضل معاه. اه طب جيب التمام بيقول ايه بقى؟ جيب التمام الاول نحدد المثلث بتاعنا. المثلث اسمه بي كيو ار، يبقى انا لما اقول بي ار هيبقى كيو سمول. طيب لما اقول بي كيو الرمز الثالث اللي هو ار سمول. طب لما اقول كيو ار هيبقى اسمه بي سمول. ناخد الحرف الثالث على طول. طيب قانون جيب التمام يقول لك ايه بقى؟ زي ما انت في قانون الجيب كان لازم تجيب الاول الزاويه اللي ناقصه، كان بيديك زاويتين، ولازم تجيب الزاويه الناقصه الاول. تقوم عامل 180 ناقص مجموع الزاويتين تطلع الزاويه الناقصه. قانون جيب التمام بيشترط عليك برضو الاول هات لي الضلع اللي ناقص. هات لي الضلع اللي ناقص. يعني انا انت مديني الضلعين دول، هات لي الضلع الناقص. وهو اصلا هو طالب الضلع الناقص. بس حتى يا جماعه لو هو مش طالبه كنت انا لازم اجيب. كنت انا لازم اجيب. يعني انا هزود انا في المطلوب هقول ايه وجيت بي ار، واقول وجيت لي برضو ايه وزود بي. يعني هزود انا حاجه كده. يبقى انا يا جماعه لازم سواء هو طلب الضلع الثالث اللي هو بي ار او ما طلبوش لازم اجيبه الاول. طب هجيبه ازاي؟ قال لك بسيطه جدا. بيجيبه لك بقانون جيب التمام بالنسبه للاضلاع. قانون جيب التمام عيبه انه له صوره بالنسبه للاضلاع وصوره بالنسبه للزوايا. عشان كده هو اطول شويه من قانون الجيب. طيب زي ما اتفقنا في ناس بيطبق صوره واحده بينهم، يعني يطبق صوره الاضلاع مثلا يجيب البي ار ويرجع يطبق قانون الجيب. بس انا عن نفسي ما بفضلش كده، افضل تمشيها كلها جيب تمام وتريح دماغك. احنا عندنا قانون للاضلاع وقانون للزوايا. طبق قانون الاضلاع الاول، حط الضلع اللي ناقص. الضلع اللي ناقص اسمه ايه؟ اسمه كيو. خلاص يبقى كيو سمول. بس كله بقى باور 2 يا جماعه. كيو باور 2 يساوي الضلعين التانيين باور 2، يعني بي باور 2 بس ار باور 2 اضلاع كلها سمول ماينس 2 بي ار هم الضلعين دول من غير باور 2 كوزاين. مش كده هسموه قانون الكوزاين او قانون التمام؟ كوزاين انت بتقول بي ار يبقى كوزاين كيو. كتبتها كابيتال. لاحظ هو الحرف الوحيد اللي كابيتال لان دي الوحيده اللي زودت في المساله. ونبتدي نعوض. طيب بي سكوير اللي هو كام؟ 14 سكوير بلس ار سكوير اللي هو 8 سكوير ماينس 2. طبعا فين علامه تايمز؟ الدي بكام؟ 14 هي نفس البتاع الار ب 20 كوزاين الزاويه بتاعت كيو اللي هي 30. قوم حاسب كل ده على الاله. تمام. نفرض مثلا يا جماعه انه طلع مثلا 144 مثلا عشان ما نضيعش وقت في الحساب. مش معقول يعني الضلع ده يبقى 20 والضلع ده 14 والضلع ده 144 او كم؟ ازاي يعني؟
فالسيشن ده فيه تربيع، فانت لازم تاخد جذر تربيعي للاجابه. انت الاجابه اللي طالعه على الاله، دوس زرار الجذر ودوس على كلمه انس ذا انس، يعني عايز جذر الانس. وهي لسه على الاجابه، هي لسه على الاله، لان الاجابه ساعات بيبقى طالع فيها ديسيمال كبير كده، فانت عشان ما توجعش دماغك. في ناس شويه ينقل الديسيمال كله في ورقه بره ويرجع يكتبه تاني على الكالكوليتر، لا انت هو موجود على الكالكوليتر، دوس زرار الجذر وبعدين ايه، هيدوس كلمه انسر، هتلاقي زرار مكتوب عليه ايه ان اس كده، ده انسر، دوس عليه بس خلاص، هتلاقي نفسك ايه طلع لك كود جذر. هنقول طلع اطلع، يبقى انا الاول طلعت يا شباب الضلع الناقص اللي هو ده، طلع 12. حلو، بعد ما طلعت الضلع اللي ناقص، طالما بعد الطلع طلعت، انت عايز مني ايه؟ عايز مني زاويه بي، زاويه بي هو 12 سم. الزاويه تطبق قانون الزوايا، ايه قانون الزوايا بيقول ايه؟ انت عايز زاويه ايه؟ بي، يبقى كوزين بي. كابتن بقى يعني. طب قانون الزوايا بيقول ايه؟ هي بي اختار الضلعين الصغيرين، يعني ايه؟ اختار انت كيو تربيع بلس ار سكوير ماينس بي سكوير. بص يعني هي بي بنختار احنا كيو ار، هي كيو نختار بي ار وهكذا، ودايما طلع زي ده حاجه كوزين بي، هنا تلاقي بي سكوير. طبعا ده سايد، دي انجل اللي جنب الكوزين، وده سايد اوفر ده في ده كيو كيو ار من غير ايه؟ يعني كيو في ده في ده من غير اسمه. وتبتدي كل ما عليك بس ان انت تعوض اهو كيو سكوير بقى. شوف بقى، عشان كده كان لازم نجيب، عشان لما تعوض كانت صادفت مشكله، ار سكوير يبقى 2 تي سكوير ماينس بي سكوير يبقى 14 سكوير اوفر 2 كيو ار، يعني 2 تايمز 12 تايمز 20. احسب كل ده على الاله يا جماعه، الاحظ حاجه، لو طلع لك في الاله الاجابه عدت 1، يعني طلع لك الاجابه مش عارف 1.3 2.5، مش الكلام ده غلط، اعرف تغلط على طول، اعرف تغلط، لان اجابه الساين والكوزين يا جماعه لازم تطلع 0 بوينت حاجه، يعني طلع لك الاجابه مثلا 0.8، اعرف انت صح، يعني طلعت مش عارف نيجاتيف 0 بوينت في، حتى لو بالنيجاتيف صح، لان اجابتهم منحصره بين النيجاتيف 1 وال 1، فعشان كده عشان يطلع لك 0 بوينت حاجه، لقيت نفسك عملتها على الكالكوليتر الاجابه ما طلعتش 0 بوينت حاجه، ما تحاولش، لانك لما تيجي تعمل شيفت كوزين الكالكوليتر هتقول لك ايرور، تعرف ان انت غلطان، راجع نفسك تاني، راجع نفسك تاني وشيك على مسالتك تاني، تمام؟ لقيت بقى 1 بوينت حاجه 1 بوينت الكلام ده، اعرف انت غلطان على طول، قوم راجع لمسالتك، راجعها تاني، راجع الداتا اللي انت معوض بيها، عرف ان طلعت مثلا 0.8، فعمل حسابنا ده كله طلع 0.8. طب ومش هتلاقي كاتب لك 2 3 1، مش هنشوف حاجات كده كتير، مش مشكله، طالما انا زيرو يبقى انا كده ان شاء الله في الامان. طيب تعالى بقى دلوقتي، طب زي ما ده كنا بنطبق الجذر التربيعي او السكوير روت، ده هنطبق يا جماعه، هنطبق شيفت كوزين للاسف، هنطبق شيفت كوزين للانسر بتاعتي، ويفضل كمان بعد شيفت كوزين للانسر ادوس كوما، كوما دي هتقسمها لي ديجريز ومينتس وسكندز، هتقوم مثلا مطلعها لي مش عارف مثلا 30 ديجريز 12 minutes 14 seconds مثلا، يعني ممكن لو في الامتحان يكون طالبها مقربه اقول مثلا طلعت 30. نفرض ان هو طلب زاويه ار برضه، طب زاويه ار بقى انا لازم اقعد اطبق بقى قانون كوزان ار لا عادي، انا دلوقتي عندي زاويتين اقدر اجيب الزاويه الثالثه بمنتهى السهوله 180 ناقص عارف زاويه ار، مفيش مشكله خالص اهو، نطبق 180 ناقص الزاويتين اللي عندي اللي هم 30 و 30، ونحسبها ونطلع الايه؟ نطلع الاجابه بتاعت الزاويه، نطلع الاجابه بتاعت الزاويه.